السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أخوان؟ طيبين إن شاء الله بخير بصحة وعافية. الحمد لله إحنا اشترينا أراضي من قادري بلدس تسليم راجبوت، اشترينا 3 أراضي والحمد لله، وإحنا مطمئنين على الشيء ده، وإن شاء الله يعني البلاد إن شاء الله الأرضية كل ما لا بيزيد سعرها ما شاء الله، واللوكيشن حقها ما شاء الله 100 100. وانصحكم تشتروا ان شاء الله، وما شاء الله دحين الكهرباء وفي مويه وفي مسجد وفي غاز، كل شيء ما شاء الله الحمد لله. وان شاء الله نوريكم المقطع الثاني لما نروح لللوكيشن نفسه ونوريكم المقطع الثاني. السلام عليكم.